ما الذي سيحدث بعد تصويت البرلمان على موازنة 2021؟ سؤال منطقي يطرحه مراقبون، لا سيما بعد لغط نيابي وشعبي رافق ليلة التصويت. اقتصاديا، يرى باحثون أن تثبيت سعر الدولار سيسهم في استقرار السوق رغم التأثيرات السلبية التي ستنعكس على القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص وعلى حركة الأسواق بشكل عام. موازنة العراق من الموازنات الكلاسيكية وليست موازنة برامج، لن تستطيع أن تنهض بالاقتصاد العراقي، هي عبارة عن مالية فقط، سيتم طرح الأموال إلى السوق. لكن هناك مشكلة ستواجه السوق العراقي هي ارتفاع أسعار، تغيير سعر صرف الدينار العراقي، لكن ستحدث بعض الاستقرار. كان هناك عدم استقرار بسبب التجاذبات السياسية اللي حثت حول سعر صرف الدينار العراقي، هل سيخفض أم يبقى على نفسه. اليوم حسم الأمر بأن الموضوع سعر صرف الدينار العراقي 1450 دينار للدولار الواحد، فسيكون نوع من الاستقرار في الأسعار، ستبقى الأسعار على استقرار معين ثابت لكن بارتفاع وليس بانخفاض. هناك ارتفاع سيشهد الأسواق من 20 إلى 30% باستثناء بعض المواد أو السلع التي ارتفعت عالميا. موازنة مفصلة على مقاس الأحزاب جاءت بعد مخاض عسير وفق رغبات سياسية توافقت على حصصها وضمنت التخصيصات ومن ثم اقتنعت بالتصويت. هذا ما فسره متابعون للشان السياسي في السؤال عن شكل الموازنة ولصالح من مررت. أولا، الموازنة كأنما خصصت للأحزاب، هاي رقم واحد. اثنين، المسألة ما بيها لم يعطى لشريحة مهمة من المحاضرين أي بند من الموازنة، وهنا التعليم وكأنما رسالة لا وجود للتعليم في العراق. المحاضرين خلال هذه السنوات اللي ماضية لم نجد لا موقف حكومي ولا موقف تشريعي بمساندتهم، أما التي نسمعها هنا وهناك بس مجرد ظواهر صوتية. وبعد أشهر طويلة من المناقشات والتعديلات، لم يكن أمام البرلمان خيارات متاحة سوى المضي بهذه الموازنة التي ما زالت مهددة بالطعون بحسب قول بعض النواب. مصطفى إكرام، حديث بغداد، NBC العراق.